مبكراً بدأت المطالبات بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بالمنهج الوزاري قوى التغيير الديمقراطية، وعبر مؤتمر صحفي عقدته في بغداد دعت إلى إجراء الانتخابات بعد عام من منح حكومة السودان الثقة، داعية إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاحها ولتحظى بمشاركة شعبية واسعة. وانتخابات مبكرة لأسباب يعني موجة فضل إلى كون التزام، نعرف عن الظروف اللي حاطت بانتخابات 21 والكتلة الأكبر اللي هي كتلة التيار الصدري انسحبت وجدت أغلبية أخرى صارت لم تأتي نتيجة صناديق الاقتراع يعني وإنما جاءت نتيجة الانسحابات، فضلا عن نسبة المقاطعة والعزوف العالية جدا. وإلى جانب ذلك تطالب قوى التغيير بتطبيق قوانين أخرى على صلة بالعمل السياسي وإشاعة مناخ من الديمقراطية وفي مقدمتها قانون الأحزاب. على البرلمان أن يتابع ويراقب هذه الجزئية بضرورة تطبيق قانون الأحزاب بالتفصيل، وبالتالي كيفية مراقبة أيضا المنهاج الوزاري في المدد الزمنية التي طرحت في قضية الانتخابات من خلال تقديم قانون الانتخابات، من خلال إشراك هذه القوى الوطنية والقوى الجماهيرية في اختيار قانون انتخابات حقيقي يمثل الناس وليس على أهواء القوى السياسية. تحضير الأساسات القانونية للانتخابات المقبلة وتهيئة جو يضمن مشاركة واسعة فيها هو ما تأمل فيه قوى التغيير والأحزاب الناشئة، وتريد من البرلمان الخامس أن يحققه عبر الأدوار التشريعية والرقابية. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.